جئت للشهداء أقول لهم هنيئا لكم أكاليل الشهادة، هنيئا لكم السماء فرحها وأمجادها، وإحنا بنشترك مع السماء في فرحتها بيكم، ولكن كبشر لازلنا نسكن في الجسد، نحن نتألم لدمائكم التي سفكت بهذه الطريقة المؤسفة على أرض مزبيرو. يعز علي أن أنا أذكر حادثة لشهيد لما دهسته المدرعة وأطلقوا عليه الرصاص، اقترب منه الجنود وانهالوا عليه بالعصي وهو ميت، فانكفأت خطيبته على جثمانه لكي تمنع عنه الضرب، ولكن هيهات ان هم يخفوا عن ضرب الجثة. قسوة ما بعديها قسوة، نحن في انتظار كلمة السماء وليست كلمة الله. رد فعل الكنيسة هو رد فعل السماء، ما فيش فرق بين الكنيسة وبين السماء. احنا خلاص استنفذنا كل محاولات نفس المية، وانا بشهد قدام السماء وبشهد قدام ربنا، انا كنت موجود في المسيرة السلمية، اشهد قدام ربنا وليقل كل ما يقولونه فليقولونه، مفيش قبطي واحد رفع عصايا، بل بالعكس، واحنا في المسيرة احاطونا البلطجية الذين حرضوهم علينا من اتجاهات السبتية والقللي، ولكن سرنا بالكاد من الطوب اللي قذفونا بيه واستكملنا مسيرتنا لغاية مزبيرو. لما وصلنا مزبيرو فوجئنا بما لا نتخيله بضرب النار وضرب الجنود بعصيهم على رؤوسنا، وأخيرا فاجعتنا مدرعات القوات المسلحة بدهس أجساد أولادنا. الشهيد شنودة دهسته المدرعة عدت بعجلتها فوق صدره وفوق رأسه، فانفجرت جمجمته وتفرغت بما ما فيها من مخ وكافة الأعضاء اللي موجودة جوه الرأس، وصارت الرأس فارغة. أنا كنت موجود كشاهد عيان. بلا دانيال ما تموتون، بلا دانيال ما تموتون.